احنا هنتكلم النهارده عن السايكوباثولوجي اوف سويسايد. هي لما نشوف كلمه سايكوباثولوجي اوف سويسايد هو الموضوع كان محدد جدا، مش هنتكلم عن السويسايد بشكل عام، رغم ان انا دخلت بعض المعلومات عن السويسايد لان ده مهم لينا ككلينيشن. احنا الاوفر فيو بتاع المحاضره دي احنا متوقعين نخرج من المحاضره عارفين يعني ايه سايكوباثولوجي، ايه هي الستيجز والديفينيشنز المتعلقه بالسويسايد، الهيستوري اوف سويسايد، الابيديميولوجي، ايه هو النيوروبيولوجيكال بيزس اوف سويسايد، السايكولوجيكال فاكتورز والثيوريز كلها اللي هنتكلم عنها كتير اباوت السويسايد، الايفكت بتاع السوشيال ميديا، هل الريليجيوس بوينت اوف فيو لان ده مهم جدا للكالتشر بتاعنا احنا، وايه هم المينتال ايلنسز اسوشيتد مع السويسايد، وسبيشال انتيتي كده او ايشو ريليتد للسويسايد اللي هو اليوثانازيا. هناخد كل ده لانه المواضيع دي كلها هتقابلكم في شغلكم. طيب كلمه سايكوباثولوجي، سايكوباثولوجي سبيسيفيكلي ذا ستادي اوف منتال ديس اوردر، بس انهي اسبيكت من المنتال ديس اوردر؟ عايزين نعرف الجينيتك، البيولوجيكال، السايكولوجيكال، السوشيال كوزز اوف ذيس منتال ديس اوردر، وايه هي الكلاسيفيكيشنز والنوزولوجي المتعلقه بيه، وليه بنعمل كل ده؟ هدفنا ككلينيشن تو امبروف التريتمنت بلان والاوتكمز بتاعتنا تبتدي تتحسن، ونعرف الكورس بتاع الإنس وامتى نقدر نعمل انترفنشن وازاي نقدر نعمل انترفنشن. دي كلمه سايكوباثولوجي. طيب هل السويسايد سايكوباثولوجي؟ عشان اقول على اي منتال ديس اوردر ان ده سايكوباثولوجيكال او ان في مشكله، انا محتاجه يكون في 4 دي، لازم يكون ديفيانس من النورمال بيهيفير لانه اتس نوت نورمال، والديفيانس ده ادى لوجود ديسفانكشن، خلل في وظيفه هذا الانسان، وانه يكون عامل له هو ديستريس مضايقه وممثل دانجر عليه او على المجتمع. يبقى ده الديفينيشن بتاع اي ظاهره، مش هنقول ايلنس، نقول عليها ان دي سايكو باثولوجيكال. فهل السرقه سايكوباثولوجيكال؟ ايه رايكم، ينطبق عليها الكلام ده؟ ديفيانس، ديفيانس ولا مش ديفيانس؟ ديسفانكشن، ديستريس، ودانجر، ده بيهيفير اهو خلاص. فاي بيهيفير قبل ما تسال نفسك هو ده مرضي سايكوباثولوجيكال ولا نورمال بيهيفير، لازم يكون في الاربعه دي، واعتقد ان ده منطبق جدا على موضوعنا اللي هو السويسايد. ايه هو الديفينيشن اوف سويسايد؟ الكلمه اساسها اساسا من لاتيني سوي، يعني حتى بالفرنساوي جو سوي، سوي يعني وان سيلف، سيد معناها كيلينج، سوي سايد كيلينج وان سيلف، وده عباره عن اول كوزز اوف ديث directly or indirectly resulting from an act a person is aware of its consequences. يعني لو واحد diabetic وما خدش الدواء intended واكل اكل ممنوع عليه واستمر في ده، is it a sort of suicide? Indirect. خلاص، لما واحد بيلقي بنفسه الى التهلكه كده، ماشي، الادكتس اللي انتوا عندكم هنا مشهورين جدا بعلاجهم، هو عارف انه بيعمل حاجه intended وبشكل واضح مضره وعارف الكونسيكونسز بتاعتها، ده اتس سورت اوف ديفينيشن، كان واضح. قال لك دايركت زي ما واحد بيضرب سكينه في قلبه او بياخد سم، اتس دايركت، او indirect behavior، يعني ممكن السويسايد يكون حاجه indirect بالطريقه اللي بحكي لكم عليها، ويكون البيرسون اوير اوف اتس كونسيكونسز، يعني عارف ان اللي بيعمله ده هيؤدي لكذا. طيب في شويه ترمينولوجي واحنا بنتكلم عن السويسايد لازم نجيب سيرته. بارا سويسايد، سايبر سويسايد، كوبي كات سويسايد، اورزر سيندروم، انيفرساري سويسايد، واخر حاجه هنقولها لوحدها السويسايدال جيستشر. بارا سويسايد دي كلمه فيك، actually it's not any more scientific، مش بستخدمها كتير في الريسيرشز، بس كان جت فتره بتستخدم كتير، وهو بيقصد بالبارا سويسايد
كل الانجريز اللي الواحد او سيلف ميوتيليشن او الاندايركت واي اوف سويسايد، يعدي الشارع بجنون مثلا ما ياخدش الادويه بتاعته، كل ده كونسيدرد بارا سويسايد او السيلف ميوتيليشن بارا سويسايد. بس اهم نقطه فيها البيرسون دو نوت ويش تو داي، هو بيعمل الحاجات دي وعارف انها مضره وممكن يكون عارف الكونسيكونسز بس هو ما عندوش الانتنت اوف داينج، وهنا بيفرقوها عن السويسايد. وريسنتلي عشان الديفينيشن شمل الاندايركت واي ما عادتش بتستخدم كديفينيشن. طب السايبر سويسايد ده بيبقى سويسايد ميد بتوين انديفيديوالز، هما متفقين مع بعض وبيكوميت سويسايد اونلاين مع بعض كده، هننتحر دلوقتي. ويمكن هكلمكم كمان شويه عن الموضوع ده لان انا شفت حاله كده. الكوبي كات سويسايد او الويرزر سيندروم، ايه حكايه الويرزر سيندروم ده؟ انه بيبقى في عندك رول موديل، شخصية معروفة قوي، والسويسايد بتاعها كان publicized وكل البير جروب بيتكلم عنه، وان هذا بيشجع جدا الادوليسنت على ان هو كمان يكوميت السويسايد زي ما فلان الممثل الشهير او النجم الشهير هو كمان انتحر. الانيفرساري سويسايد ده الشخص بيختار ذكرى وفاة حد بيحبه قوي ويكوميت سويسايد في نفس الوقت في الانيفرساري بتاعهم. طيب ايه بقى حكاية الويرزر سيندروم دي؟ من اشهر روايات الالمانية اللي كتبها جوتا اللي تسمى على اسمه المعهد الثقافي الالماني، وكانت اسمها السارو اوف يونج ويرزر او احزان ويرزر الصغير. وكانت بتحكي قصة أدوليسنت، والأدوليسنت ده اتعرض لإيه في حياته من مشاكل وصعاب كتير جدا، وكان التيبكال لبس بتاعه الأزرق فاصفر وعمل السويسايد. ودي كانت 1774. الوقت ده حصل ماس سويسايد في ألمانيا وفي أوروبا لدرجة إن القصة اتمنعت فترة، وبعدين رجعوا تاني شالوا من بعض الأجزاء فيها عشان أثرت جدا في الأدوليسنت، وكتير بقوا يلبسوا من الأزرق فاصفر ده وإن هم ويرزر وتقمصوا الموضوع وزي كوميتد سويسايد. فقد إيه الموضوع بتاع الماس سويسايد وإنه الويرزر ده إن واحد يعمل كوبي كات سويسايد من شخص شهير. البلو ويل السويسايد الجيم، شوف ليها، وأنا شفت حالة الحقيقة كانت فعلا بلو ويل سويسايد، هحكي لكم عنها حالا. دي لعبه بيبتدوا يفرمطوا مخ الادوليسنت ويدوا له تاسكس في اوقات غريبه. الشخص اللي انا رحت شفته ده ولد عنده 16 او 17 سنه، وكان نطت من بيتهم في الدور الرابع، نط من الشباك واهله نايمين. عاده الولاد اللي بتبتدي الحكايه هو بيدوا له اوامر بس يعملها بالليل عاده، فالولاد دول لما وانا هحكي لكم حالا عن الايفكت اوف الريليشن بين السليب والسويسايد حالا في سلايد يعني. الولد بشكل مستمر ما بينامش طول الليل، بيلعب اللعبه مع اصحابه، بيلعب الجيم، وده بيأثر عليه. وكل الاوامر كانت منها اجزاء انه يصور حاجات في بيتهم وبينفذ الاوامر دي بالظبط، ماشي. فجت عند وقت معين واهله ما كانوش الحقيقه اوير قوي، شايفين ان معظم الناس دلوقتي الشباب بيسهروا طول الليل وبيناموا من الصبح وكده كده مش بيروحوا المدرسه وبياخدوا دروس. المهم ما كانوش اوير بالمصيبه دي، ان هو بيلعب وما فاكرينه بيلعب جيمز وخلاص. وبعدين اكتشفوا بقى ان في تشريطات في ايده من ضمن، وهحكي لكم ايه حكايه انه يبتدي يشرط ايده حالا واحنا بنناقش الثيوريز بتاعت السويسايد. في حاجه اسمها الجوينر ثيوري، بس تفتكروها كده عشان هقولها تاني، ان السلف انفليكتد انجريز دي بتجهز الواحد للسويسايد. فهم بيخلوه يعمل سلف انفليكتد انجريز ويبتدي يسهر طول الليل، بيبوظوا مناعته خالص، بيهدوا جهازه العصبي، وبعدين يدوا له الامر بانه يرمي نفسه دلوقتي. ولو ما رماش هو مصور بيتهم كله، بيبتدوا يبعتوا له تهديدات بان هنوصل لاهلك و و و. وفعلا الولد نط، هو ربنا يعني كرمه وعاش، بس طبعا دخل في شويه في فيتس، دخلنا في كونفالجنز، وكان عنده بوست تروماتيك رهيب، بوست كونكشن، دخل في فيتس، وكان عنده بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر رهيب، وبيخش في فلاش باكس وبيصوت، وكان محجوز في العنايه وانا رحت شفته يعني. فالموضوع على فكره حصل يعني، ما كانتش مجرد شو اعلامي، لا حصل ان في ولاد انتحرت
انا شفت واحد منهم. اللعبه الثانيه اللطيفه المومو، حتى هي شكلها رهيب يعني، انا مش عارفه ليه حد ممكن يلعب حاجه زي دي، بس برضو وقصه الموميا ومش الموميا بيسهلوا له انه يسمع فكره الموت، بيسهلوا له السلف انجريس، بيخلوه ما ينامش طول الليل، وده انا هتكلم عنه حالا واحنا بنتكلم في السيريز اوف سايكو باثولوجي. طيب هنتكلم عن السويسايدال جيستشر، وده ترم دارج جدا لينا احنا كسايكايترست، ده بيبقى هيلب فور كراي، كراي فور هيلب، يعني يا جماعه كراي فور هيلب، انا there is no way of communication anymore، انا مش عارفه اتفاهم ولا اتواصل مع اهلي او مع الناس ومش عارف الاقي حل، فابتدي ما عنديش اي انتنت ان انا اموت، بس بعمل تصريحات او حركات بتفيد ان انا عايزه اتخلص من حياتي. طبعا الطفهم على الاطلاق كانت سعاد حسني في فيلم عائله زيزي، فاكرين لما حطت الورد كده على السرير داير ما يدور، وفضت علبه الدواء بالشياكه كده، وايه ويتجوزوه لي يا اما هموت نفسي. ده كده سويسايدال جستر لطيف الطفهم يعني، لما احب ندي مثال. طب هي الحكايه قديمه، هل السويسايد ده موجود من زمان؟ طيب الحقيقه انه بيبرز كتير قوي اتكلمت انه اتس يونيك فور هومو سابينز، خاص بالبشريه. الحيوانات بتكتئب، انا المفروض تردوا عليا تقولوا لي اه الحيوانات بتكتئب، الحيوانات ممكن تمنع الاكل بس مش بتكوميت سويسايد، يعني ما شفتش حيوان مثلا مسك موس وضرب نفسه، مع انهم بيبقوا عايشين في بيوت وممكن يبقى عنده اكسس لسكينه او موس او كلام من ده، نيفر. بس انا قريت الحقيقه قبل عشان اجي المحاضره، لقيت ان في بعض الريبورتس ان في كلب مثلا بعد وفاه صاحبه نط من الشباك، خلاص يعني هل كان قاصد ولا لا؟ لقوا ان الريبورتس الوحيده الاباوت الموضوع ده يعني هو الكلب، وكان يعني بيقولوا انه لازم يكون بريني انيمال، لانه هنشوف في نيوروبيولوجي كل النيوروبيولوجيكال سيركتس اوف سويسايد ريليتد للفرونتال لوب بريني. يكتئب ماشي، انما ينتحر؟ ريبورتد فعلا ان الحيوانات بتكتئب، ده اكيد يعني، ولما ربي حيوانات بيعرف ان هما يعني كان في عصفور كده مربيه مراته ماتت، عمل عمايل يعني مش عارفه والله يعني عيطني خلاص. فاللي مربي حيوانات بيبقى عارف ان ممكن يكتئبوا، بس ينتحروا لا، دي محتاجه ان احنا نشوف عليها ريسيرش. بس في بيبرز كتير قوي قالت انه اتس يونيك فور هومو سيبيانت، واعتقد ان احنا اللي شايلين الامانه يعني من ضمن الكائنات، فاحنا المسؤولين قوي عن الفكره دي، ما حدش من الكائنات الاخرى جرو يعمل العمله دي غير البني ادمين انه ينتحر. present since human kind، يعني انتوا شايفين هذا التمثال الاغريقي، واحد بيموت نفسه تمثال اهو خلاص، ومراته قاعده تحت يعني زي ما تكون بتستجدي او كده موت نفسه، فده تمثال اغريقي زمان جدا، فموضوع من زمان قوي كانوا بينتحروا. طيب هل الانتحار كان زمان وضعه ايه؟ لما تقروا في الهيستوري في قصص لطيفه قوي، بس احنا هنقول شويه معلومات كده عشان نشوفوا الناس كانت بتفكر ازاي. كان في وقت رومانتيسايزد، يعني روميو وجولييت والانتحار بعد قصه حب عظيمه، وقد ايه كانت حاجه رومانتك انه يخلص من حياته. اوقات كان جلوريفايد بالذات للقاده لما ينهزم في معركه انه ينتحر، وشايفين ده جلوري يعني، دي حاجه ساميه جدا. واشهر الناس اللي عملت كده متعلقين بمصر يعني الاخت كليوباترا، انتوا عارفين انه حبيبها مارك انطونيوس انهزم، وجاء اوكتافيوس بعد معركه اكتيوم دي، مش عارفه بقى حد منكم بيذاكر دراسات مع العيال بس يعني حاجه مشهوره. كان هياخدها اسيره وتعمل زفه بقى في مصر مع الملكه كليوباترا، انتحرت بطريقه غريبة جدا، ان هي جابت الحية السامة دي وحطتها على صدرها وخلتها يعني تحط السم في بقها عشان تموت موتها بالطريقة دي، علشان ما تتزلش ولا انها تبقى مع اوكتافيوس وتاخدها يلف بيها مصر.
والوقت اللي كان كوندمند فيه، هتستغربوا جدا الثقافه الاغريقيه واللاتينيه، هما كان مشكلتهم يعني هما ما كانوش شايفين ان في مشكله ان واحد يخلص من حياته، ان هما ما كانوش شعوب دي الرومان بالذات ما كانوش متدينين، يعني ما كانش عندهم حته الكريستيناليتي، ما كانوش مدركين قوي حته الدين. كان يعني عندهم في ثلاثه كاتيجوريز بس من البشر يجرمهم لو انتحر، الباقي انت حر، يعني لو عبد سليف وانتحر دي جريمة، ومن حق المشتري الجديد لو هذا العبد انتحر في خلال 6 شهور من الشراء انه ياخد فلوسه تاني من المالك الاول. ودي مشكلتهم، هو عبد وانتحر، فهو يعني انا ما استفدتش بيه حاجة. السليفز ما ينتحروش خلاص، لو واحد عمل جريمة وبيتحاكم وحينتحر قبل المحاكمة ده كانوا بيحرموها، ولو واحد بينتحر عشان ما يروحش حرب دي كانوا بيجربوها، كان كوندمد بس في الحالات دي. وقال ان لو انت رحت الحرب وانهزمت it will be glorified ان انت تنتحر، لانه عشان ما تعترفش على يعني بتمنع نفس بتحمي نفسك من انك تعترف باسرار متعلقة، وهنقولها دلوقتي ده نوع من السويسايد اللي هو الالترويستك، يعني اسرار متعلقه بالبلد بتاعتك. فانت كان عندهم حاجه اسمها سويسايد بيل زي سم كده ياخده على طول لو انهزم ماشي، وما يبقاش اسير بالذات لو قائد، فكان حاجه جلوريفايد عند بعض الرومان والاغريق. طيب دي كده الهيستوري. الوضع ايه دلوقتي جلوبالي في العالم كله؟ ايه حكايه الانتحار؟ طيب الانتحار 800,000 بني ادم سنويا بيموت منتحر في العالم، 800,000 داخلين على 1,000,000. الانيوال مورتاليتي يعني من كل 100,000 حوالي 15 شخص بيموتوا منتحرين، يعني كل 40 ثانية في حالة انتحار في العالم، ما بنكملش دقيقة، كل 40 ثانية في حالة انتحار في العالم، ومعظم حالات الانتحار كانت في الميدل وفي اللو انكم places أو countries. أشهر مناطق في العالم حاجة اسمها suicidal belt أو الحزام الانتحار، وهوريه لكم على الخريطة دي. بقى طبعا مشهورين الاسكندنافيان أكتر بلاد فيها انتحار، ألمانيا، أوروبا الشرقية، النمسا، دي أكتر بلاد. وأكتر بلد على مستوى العالم مسجلة انتحار حاليا هي اليابان. اليابان دول أكتر ناس يعني قد ايه عندهم دقه يعني واغنياء. اشهر مكان كان فيه انتحار هو الجولدن جيت بريدج في سان فرانسيسكو، واهو ادي الجولدن جيت بريدج، ده اكتر مكان في العالم الناس بتروح تنتحر عنده. مشجع قوي، رهيب اصلا يعني مرعب كبير قوي، ده اكتر حته الناس بترمي نفسها منها. هو عاشر سبب لما بيسببهم اسباب الموت في العالم كله، عاشر سبب المؤسف والمحزن انه تاني سبب في اليونج ايج من 15 ل 29 سنه، تاني سبب بعد الاكسيدنتس. انتوا عارفين اليونج ايج برون اكتر للاكسيدنتس، تاني سبب للموت يعني معظم اللي عندهم من 15 ل 30 سنه هنقول بيموتوا منتحرين، ده تاني سبب للموت في الايدج جروب ده، فدراماتيك قوي الحقيقه. ايه هما الريسك فاكتور؟ يعني تخاف امتى لما تشوف واحد بروفايل بتاعه ايه كده تقول لا ده بقى انا ده ريسكي لازم اخد بالي منه كويس قوي. الميل اكتر من الفيميلز، طبعا كل الدراسات هتعرفهم انه بتقولك في حاجه اسمها جندر بارادوكس، انه الفيميلز بيحاولوا بيعملوا اتمبتس اكتر، وايل الميلز بيسكسيد اكتر بينجحوا بيكوميت السويسايد اكتر من الفيميلز. طبعا في تفسيرات كتير بقى لطيفه بخصوص الموضوع ده، وبيقول لك ان الفيميلز دي الواي بتاعتهم اوف كوميونيكيشن، ان هم ما بيكونوش سيريس في الاتمبتس بتاعتهم، وده سبب ان هم مش بيموتوا، ما بيختاروش وسائل مميته وقاتله زي، ومش اجريسيف قوي ومش فايلنت قوي زي الميلز. طيب الايدج، البيك ايدج في الميلز اراوند 45 سنه، يبتدي ده اكتر سن الرجاله بتنتحر فيه،
واكتر سن الستات بتنتحر فيه متاخر شويه اللي هو 55 سنه. الميلز الوايت هم اكتر ريس البيض بينتحروا اكتر من الكوكازيين او الاسيويين او اللي هم مش السود الزنوج يعني. اكتر جنس هو الجنس الابيض الاري يعني. الدين وانا عامله لكم جزء من البرزنتيشن عن الدين وعلاقته بالانتحار. كل ما كان شخص متدين وارثوذكس اكتر ومور انتجريتد كل ده مدى ديفينتلي بكل الستاديز بتقول انه بيكون بروتكتيف فاكتور. المارج از بروتكتيف ان حد يكون متجوز وعنده عيله دي حاجه بروتكتيف. لقهم انه الاوكيبيشنز طبعا بينج ان امبلويد ده فاكتور مهم. البطاله ان واحد مش لاقي شغل ما عندوش فرصه انه يشتغل ده ريسك فاكتور. او اللي بيشتغل فيري هاي ستاندرد اوكيبيشن. المؤسف في الموضوع ان لقهم ان الفيزيشن particularly الفيميلز ار برون يعني الستات الدكاتره بالذات تخصصات زي التخدير والنساء والتوليد. كان في محاضره يمكن في المؤتمر على الموضوع ده برون ان هما يكوميت سويسايد. وانا عندي تفسير هقوله لكم وانا بشرح السايكولوجيكال ثيوريز. مفيش فاريشن في الكلايمتس والفيزيكال هيلث. طبعا كل ما كان في كرونيك ايلنسز وفي كومور يعني هاي كوموربيديتي وانتراكتبل بين والناس اللي بتعمل هيمو دياليسز ومطلوب منه 3 ايام في الاسبوع يروح يغسل وبيضيع وقت ازاي. السبستنس ابيوز كل دي ريسك فاكتور ان واحد كوميت سويسايد. الادويه في بعض الادويه اشهرهم طبعا على الاطلاق الكورتيكوستيرويد الانتي كانسر ادويه الضغط زي الريزربين دي لقهم ان في سترونج اسوسيشن ما بينها وما بين السويسايد. فلو عندك عيان بياخد كورتيكوستيرويد خد بالك منه او بياخد انتي كانسرس ايجنت دي كلها حاجات ممكن تنجوس فكره السويسايد. طبعا معروف ان هما بيعملوا ديبرشن. 95% من الناس اللي ماتت منتحره يا جماعه كان عندهم منتال ايلنس. يعني عياننا هم اكتر ناس بتنتحر. انا شايفه ان الانتحار ده الحقيقه هو فشل ذريع للدكتور. يعني انت لازم تزعل قوي لما عيان من عندك ينتحر لانه انت ده فشلت في مهم في وظيفتك. يعني احنا كلنا انا بقول ان ايه فايده ان الناس تخش كليه الطب. يعني هما حاجتين اساسيتين تو ايمز تو بروتكت البيشنتس لايف تو بريزرف البيشنتس لايف اند تو امبروف البيشنتس كواليتي اوف لايف. لما هتلاقي ان مفيش فلسفه تانية ورا الطب غير كده بروتكت او تو البيشنت لايف. دي اكتر بتبقى الجراحات بيوقف نزيف مش عارفه يشيل حاجه كانت كانسرس او كده فانت بتحمي حياه البني ادم وبتحسن الكواليتي بتاعت حياته. دي بطنه بقى بفروعها انه مش بس يتحمي حياته كمان يعيش بطريقه احسن ويكون بروداكتيف اكتر. فلما واحد ينتحر منك وانت دكتور اتس ا بيج فيلير. يعني دي حاجه وحشه قوي. يعني ما اعرفش اذا كان انتم خبرتكم او مر معاكم ان عيان بتاعك انتحر فيري هيرتنج يعني مش حاجه حلوه. فلازم تاخدوا بالكم كويس قوي من الريسك فاكتور وتصحصح قوي وتعمل سكريننج وتاخد الموضوع سيريسلي لان بتوجع ان عيان من عندك يموت. انت مسؤول عنه انت الدكتور المعالج يعني. طبعا اكتر سايكايتريك ايلنسز ريليتد للسويسايد without saying طبعا الديبرسيف ديس اوردر. فعين الديبرشن ده تاخد بالك منه جدا. غريبه جدا ان 70% من الانكشس حاولوا من الانتحار. حاولوا يعني حتى الانكزايتي من كتر ما هو ديستريسد من الانكزايتي وعملاله امبيرمنت هو بيفكر كتير وبيحاول كمان انه ينتحر. البوردر لاين بيرسوناليتي دي ذا هايست 80% منهم عملوا سويسايدال اتمبتس قبل كده. البايبورال اقل شويه من 25 ل 50%. والسكيزوفرينيا 40% منهم برضو حاولوا ينتحروا. اذا بالذات الدبريشن والانكزايتي والبوردر لاين بيرسوناليتيز دول وطبعا زي ما انتم شايفين الريسك فاكتورز اللي انا عمال احكيها عن السويسايد في كل السلايد اللي فاتت اكيد لقطتم ان هي كومن برضو مع السبستنس اوف ابيوز. نفس الايدج نفس الريس نفس المنظر فيري كومن مع السبستنس اوف ابيوز. فعيان الادكشن عيان يكون كمان ديبرست وانكشس وعنده الريسك فاكتورز دي لازم تاخد بالك منه كويس قوي.
ده كده كانت الصورة في العالم شكلها ايه. طب وضعنا احنا ايه في مصر؟ طبعا دي الصورة الحزينة اللي هزتنا كلنا بتاعة المهندس واللي فجأة بقى ريشة في الهوا كده طاير، شايفين المنظر وهو بينط من البرج متصور، حتى كلنا شفنا الفيديو شايفينه وهو بيقع. هذا الشخص بقى كده ريشة كده بتقع في الهوا ومتصورة. احنا وضعنا في مصر ان احنا من الدول اللوست، يعني انتوا شايفين الدير ريتس لكل 100,000، احنا قلنا جلوبالي الافرج حوالي 14 لكل 100,000، مصر احنا اقل من 6.5 لكل 100,000. احنا من الدول اللي في الازرق دي، احنا وامريكا الجنوبية احنا ما بننتحرش كتير كشعوب، الريس بتاعنا كده وزي ما تعرف الجينز بتاعتنا يمكن كده خلاص. السويسايد بيلت اهو اللي انا قلت لكم عليه، الاسكندنافيان والمانيا والنمسا واوروبا الشرقيه واليابان، دي من اكتر الحتت اهي اللي هات، ده اكتر من 13 لكل 100,000 بينتحروا، وده عدد كبير من اكتر الحتت. احنا في مصر دي جود نيوز ان احنا مش من البوبوليشنز اللي عندنا السويسايد ريت عالي، لكن المؤسف يعني دي خبر حلو هو ان احنا مش من الدول اللي فيها انتحار كتير، لكن من المؤسف ان احنا رايزنج. يعني دي كانت عاملاها ال WHO في ايجيبت. كل الستاديز اللي انا هقولها الفتره الجايه دي عن مصر الحقيقه طالعه من جامعه اسيوط. جامعه اسيوط عاملين شغل كويس قوي في الابيديميولوجي، عشان اللي بيفكر يعمل ريسيرش او عايز يشتغل حاجه الريفرنسز كلها من جامعه اسيوط. زي ما انتم شايفين احنا طالعين، يعني في 2015 احنا في الاول في 2005 كنا 3.4، احنا قلنا المعدل العالمي 14 لكل 100,000، احنا كنا 3.4، احنا كويسين، زدنا 3.6 2015 3.8، احنا عمالين رايزنج. هو ده المشكله، ان احنا احنا مش عاليين بالنسبه للعالم، لكن احنا عندنا مشكله ان احنا عمالين نزيد مش بنقل ومش ستيشنري، معدلات الانتحار بتزيد ودي حاجه خطيره. الاخطر على الاطلاق ان بتزيد في أنهي ايج، دي برضو احصائيه من اسيوط لهم، انا ما اعرفش كان في ايه في 2007، انا حاولت ادور الحقيقه. اكتر سنه الناس انتحرت فيها في مصر كانت 2007، انتوا شايفين هنا هم عاملين السنين بالالوان، 2003 و2008 2007 2006 2005 2007 ناس كتير قوي انتحرت. I don't know ما قريتش البيبر الاوريجينال، بس كان في معدل انتحار عالي قوي في مصر. Anyhow في كل السنين كان الهايست ريت اوف سويسايد كان في امتى؟ في انهي ايج جروب؟ من 20 ل 30 سنه. من 20 ل 30 سنه في كل السنين كان هو ده الايدج جروب الموست افكتد، يعني لو خدتوا كل اللون لوحده وشفتوا انهي ايدج جروب هو عالي فيه، من 20 ل 30 سنه ده السن اللي الناس في مصر بتنتحر فيه. يعني احنا غير المعدلات العالميه، انا قلت لكم المعدلات العالميه الميلز 45 الستات 55، احنا لا، احنا معظم المنتحرين عندنا شباب من 20 ل 30 سنه مش الكبار، مش زي بره، ده برضو يونيك بالنسبه لنا. يعني احنا بناخد القوه الانتاجيه بتاعتنا هما اللي بينتحروا، احنا عندنا مشكلتين لحد دلوقتي، ان احنا بنزيد في الريت وان اللي بينتحروا هما في البرودكتيف ايج في البيك من 20 ل 30، ودي حاجه مش حلوه. ده برضو بيبين ان احنا عمالين نزيد. طبعا في كل الاحوال في كل السنين الميلز كانوا بينتحروا اكتر من الفيميلز، بس في ملاحظ برضو معرفش ليه 2007 هي اكتر سنه الناس انتحرت فيها، محتاج نسال يعني ليه ده كان اعلى معدل. بس 2009 الرجاله انتحروا اكتر، يعني الستات بقى عقلوا وابتدى معدل بتاع انتحار بتاعهم يقل، بس 2009 الميلز حتى عدى 2007 خلاص وصل لاعلى ريتس. دي كانت اخر سنه اتعملت فيها الستادي دي اللي طالعه من ال WHO، فاحنا عمالين نزيد والميلز عندنا اكتر من الفيميلز. بس في ملاحظه برضو انه احنا اقل من الفرق بين الميل والفيميلز عندنا برضو اقل من المعدلات العالميه، احنا قلنا المعدل العالمي 4-1 الرجاله بتنتحر اكتر من الستات، احنا لا، يعني الستات 2006 كان الستات بتنتحر اكتر زي ما انتم شايفين في مصر، بس بعد كده بقينا زي العالم كله الرجاله اكتر، بس مش نفس الريشيو، يعني الستات كمان في مصر بينتحروا اكتر من بقيه الستات في العالم.
وطبعا الكلام ده حتى اتقال في المؤتمر، الدوميستيك فايولنس كبير في مصر، ممكن يكون ده سبب، بس احنا عندنا الستات بتنتحر اكتر من بقية الستات، والصغيرين بيمتحروا اكتر من بقية العالم. اوكي طيب، دي بقى الطريقة اللي كانوا بينتحروا بيها المصريين. عجبتني. الميلز اكتر طريقة بينتحروا بيها هي التوكسنز والهانجينج في مصر، بيشنقوا نفسهم كتير قوي، ويليها الفاير ارم. يبقى ده الاحصائيه دي الميلز الواي اوف انتحار بتاعهم الماسدز، وهنا الماسدز في الفيميلز، الستات في مصر كلهم بينتحروا بسم الفران يعني، ودي كان اكتر حاجه البيستيسايد. خلاص ده احسن يعني، كل الستات في مصر لما يحبوا ينتحروا بياخدهم سم الفران. اللي بيشتغل منكم في الامتياز في وحده السموم في الميري يعني، ده حاجه روتين يعني، الستات بياخدوا سم الفران افيلبل وتحت ايدهم وبياخدوا كتير. ده التوكسنز. تاني طريقة البرن في الستات في مصر، عندهم البرن دي واي اجريسيف او فايلنت شوية، احنا بيحبوا يموتوا، محدش مش كتير يعني في كل العالم. الهانجينج والتوكسنز والفاير ارم دول اكتر حاجة في مصر الستات. تاني حاجة على طول البرن، تدلق الجاز وتولع في روحها. خلاص دي مش ميثودز كومن قوي برا البرن. وبعدين بقى الدراونينج، ان ترمي نفسها في حاجة تغرق يعني، تنتحر عن طريق انها تنزل بحر او تنط في نيل او كلام من ده. دي المسج اوف كوميتينج سويسايد ان ايجيبت. في حاجه برضو احنا مشهورين بيها في مصر مختلفين عن العالم، بيحصل في كل العالم بس في مصر احنا دي بقت جت فتره كانت ايرا يعني، السويسايد بومبرز اللي هو الهجمات الانتحاريه. دي الكنيسه المشهوره اللي من كام سنه كده تقريبا، اللي هي المرقصيه، انا مش متاكده من الصوره بس تقريبا هي دي كان كده. وناس بتصلي يعني في الاخر، انت دخلت موتهم، طب استفدنا ايه يعني؟ ايه ليه انت هتخش الجنه لما عملت كده؟ ايه الهدف الانتحاري من الموضوع؟ وطبعا المذبحه الرهيبه اللي كانت في الاقصر، لما برضو ضربوا من السياح واحد دخل فيهم بالقنبله بتاعت يعني بيفجر نفسه، السويسايد بومبرز. طبعا هي لها تفسيرات كتير سايكولوجي، انه ده واحد شايف ان ده زي ما هنقول دلوقتي تايب من السويسايد اللي هو الالترويستك، عشان بقيه الناس توصل لهدفها، انا هضحي بنفسي وانا عارف كمان ان انا اي ويل داي فور هيفن في الاخر. فده السايكولوجي اللي بيخليه يفكر بطريقه السويسايد بومبرز، ان هموت نفسي عشان انا رايح الجنه وعشان غيري يستمتع بحياته او يوصل لهدفه في الحياه، فانا هضحي بنفسي. دي برضو حاجة كانت موجودة عندنا في مصر. السؤال بقى، أهم سؤال في المحاضرة، Why do people commit suicide؟ اللي يخلي واحد يموت نفسه؟ مع ان احنا كلنا عندنا الـ instinct of living، محدش فينا يحب يموت او بنخاف من الموت كبني أدمين، حاجة ما نعرفهاش. فاللي يخلي واحد يخلص من حياته كده يعني ليه؟ ده واحد سوشياليست اسمه أميل دوركهايم، ده فرنساوي، وده سوسيولوجيست اهتم قوي بدراسه علاقه الناس في وعلاقتهم بالمجتمع، وطلع الثيوري الاولانيه دي ليه الناس ممكن تنتحر بناء على علاقتها بالمجتمع. فقال اول تايب من السويسايد اللي هو الايجوستيك، هو بيفكر في نفسه بس وشايف ان هو محدش فاهمه ومحدش بيهتم بيه، وهو لا يمثل شيء في حياه الاخرين، مش ملوش دور في هذا المجتمع، وبالتالي يخلص من حياته، فكرش غير في نفسه ساعتها. طيب الالترويستك اللي انا لسه حكي عنه، عنده سويسايد فور ايكوز، جزء منه بيكون حتى مثلا لما واحد بيروح يعمل عملية انتحارية تبع الجيش مثلا بتاع بلده، هو عارف انه هيخش مثلا يفجر المكان ده وهيموت يعني، او انه الاغلب مش هيلحقوه، وان اللي بيعملوا ده عمليه صعبه جدا وهتؤدي لوفاته في الاغلب يعني. بيلم الغام مثلا من الصحراء، راح فجر منطقه عسكريه كبيره قوي، وفي الاغلب هيشوفوه ويضربوه هو كمان، بس مش هو بيفجر نفسه، وراح يعمل عمليه او مهمه ومصلي هيموت فيها، فده
الترويستك او اللي بيروح الحرب عامه، ما هو اللي رايح الحرب ده بيبقى عارف ان probability بتاعت موته كتير، بس مش سويسايدر بومبر، هو مش متاكد انه هيموت، هو رايح واحتمال كبير قوي انه يموت. ده الالترويستك عشان الاخرين، ماشي. الانوميك سويسايد هو مش قادر يندمج في المجتمع وشايف انه عمره ما هيوصل للي هو عايزه، مش لاقي شغل مثلا، مش عارف يصرف، مش قادر يوفي احتياجات بيته، فده اللي هو الانوميك، خلاص انا ولا حاجة. الايجوست هو واحد شايف ان هو ملوش دور في المجتمع، مش مندمج مع المجتمع. التاني حاول يندمج لكن مش موفي احتياجاته من المجتمع، شبه بعض شوية. الفاتاليستك ده واحد شايف انه كده كده ميت، مثلا مسجون في السجن معتقل، او انه بيتعرض لتعذيب خلاص، وشايف انه انا كده كده ميت ومش عايش بالطريقة دي، فانا اتخلص من حياتي احسن، يدعم الاضراب عن الاكل جامد جدا مثلا، او يموت نفسه لانه شايف ان حياته كده كده مقيدة وملهاش امل في انه يخلص من العذاب او من الحبس اللي هو فيه. ده كده فلسفة إيميل دوركهايم about the social theory of suicide. نيجي بقى للناس السايكو اناليتك، واشهرهم طبعا فرويد، سيجمنت فرويد في كتاب بحاله عملهم عن المورنينج اند ميلانكوليا، واتكلم فيه كتير عن السويسايد. ايه حكاية السويسايد مع فرويد؟ بصوا، فرويد كان مقتنع ان احنا السيجنيفيكانت بيرسون بالنسبة لنا اللي اثروا فينا واحنا صغيرين، هو بيسميهم اوبجكت خلاص، وكان مقتنع ان بنعمل حاجة اسمها انتروجكشن او انترنالايزيشن of the objects اللي هم ال significant persons inside each of us. كل واحد فينا بيدخل ابوه وامه او جدته جواه، ده حاجة بتحصل اثناء الطفولة. طيب لو انا اللي مدخله جواه ده وحبيته قوي وبقى انا وهو حاجة واحدة، هذا الشخص مات او اتغير او اذاني او ضربني او كان اجريسيف معايا، كان هوستايل وهو جزء مني، انا هتصرف ازاي؟ انا عندي حاجه اسمها امبيفالنت كاثارسيس. كاثارسيس دي كلمه هتسمعوها كتير وانتوا بتتكلموا في السايكو اناليتيك سكول. كاثارسيس معناها التنفيس، فانا امبيفالنت لي يعني مش عارف اضربه ابويا، ومش عارف اشتمه، ومش عارف اخد حقي منه، وفي نفس الوقت انا بحبه هو جزء مني، فانا ambivalent مش عارف انفس، ما عرفتش اعمل كاثارسيس، وفي نفس الوقت عندي anger وعندي aggression وhostility toward هذا الشخص اللي هو انا، فانا متلخبط. طب هنتقم منه؟ ما انا بنتقم من نفسي. طب انا بكرهه؟ ما انا بكره نفسي. طب ما انا حاسس بالhostility والaggression معي، ودي حقيقي العينين اللي عندهم المشكله دي اللي هو الامبيفالنت كاثارسيس من اكتر الحاجات اللي بتوجعهم في السايكوثيرابي. لما تيجي تقول له اكتب جواب لابوك اللي مات، يا نهار اب، دي ديفيكلت جدا عليهم انه يكتب جواب لباباه او لمامته، لان الكونفليكتس بقى هنا انت بتخليه يعمل كاثارسيس، ينفس، هو مش قادر يعمل ده في الحقيقه. دي قصه فرويد والانتروجكشن اوف انترنال اوبجكتس والقصه دي. طيب وهو لقى يعني من ضمن كلامه، هنرجع تاني دلوقتي للسلايد دي بس نخلص فرويد، لقى انه ده سيلف دايركتد ديث انستنكت. فرويد طبعا من ضمن الحاجات اللي هو كان بيعملها انه كان مقتنع ان احنا عندنا ثلاثة مين انستنكت: الديث انستنكت، الليفينج انستنكت. ديث انستنكت ده هو كان مسميه سانتوس، والليفينج انستنكت اللي هو الايروس، والليبيدو، ليبيدنال انستنكت. وكان معتقد ان في بالانس لازم يكون موجود ما بين الثلاثه، مقتنع ان الديث انستنكت ده احنا بنطلعه في شكل امبالسيفيتي او اجريشن او اسوشيزم خلاص، او ساديزم، فانت بتنفس عن الديث انستنكت اللي موجود عندك جامد قوي، والليفينج انستنكت انت بتاكل كويس وبتستمتع بطعم الاكل وبتعمل سكس عشان تكمل التناسل و
ومقتنع كان في بالانس. هو بقى مقتنع انه هنا الاجريشن، تعالوا نسميها الديس انستنكت دي يعني اسهل حاجه ان احنا نقول زي الاجريشن او الامبالسيفيتي، بقت دايركتد توورد سيلف، هنا حصل لخبطه وان الديس انستنكت ده بقى متوجه ليك انت خلاص. وكان مقتنع انه ديبلي انسايد مفيش واحد بيفكر في الانتحار الا وهو عايز اصلا يقتل شخص تاني، لدرجة انه لما كان بيقعد مع حد بيفكر في الانتحار كان بيسأله هو انت عايز تقتل مين، انت مش بتنتحر، انت بتقتل حد جواك. واللي كمل على المفهوم بتاعه ده واحد من تلامذته اسمه مينينجر، ومينينجر ده قال انه اول واحد يطلع انه ده عبارة عن inverted homicide suicide. كمل بقى شرح كلام فرويد انه ده self directed aggression، وقال ان ده inverted homicide، انت بدل ما بتقتل ابوك انت بتنتحر، بدل ما بتضرب امك او تشتمها او تخلص من العذاب اللي هي سببته لك في حياتك انت بتنتحر. وهنا كان مهم قوي انه يحل او يعمل كاثارسيس او تنفيس عن البروبلم اللي عند هذا الادوليسنت او الطفل وطلع بيه، او هذا الادلت. ما هو في ناس بتكمل في الادلتهود بمشاكلها دي وهي صغيره. دي كانت السايكو اناليتيك بتاعت فرويد. في واحد تاني اسمه ديفيد مالان، وقال ان دي accumulated traumas، انه السويسايد ده هو زي الطوفان. الطوفان عبارة عن ايه؟ موج موج موج، واحدة تركب ورا التانية ورا التانية ورا التانية لحد لما تعمل الموجة الكبيرة التسونامي خلاص. فهو ده قال accumulated traumas، امك كانت بتضربك، ابوك حرقك، رموك بره باب الشقه، انت ما كنتش نافع في المدرسه، المدرسه كانت بتشتم فيك، جيرانك عملوا فيك كذا، البولينج جديد قوي دلوقتي ده من الترومز، ان العيال تقعد تقلس على بعض وتشتغل بعض وكلام من ده وينبذهم طفل معين او ادوليسنت، او انت في العيله مثلا حتى لو انت ادلت تلاقي ان هم مش بيدوك وضعك، مجنبينك، مش بيرحبوا بيك في العيله، كل دي ترومز. الكوميوليتد ترومز عند وقت معين يحصل التسونامي او الفيضان ويتم الانتحار. اريك اريكسون قال ان مشكله السويسايد هو accumulated feeling of guilt، ده على العكس تماما، قال ان هو مش حكايه aggression ودايركتد توورد اذر بس turned to oneself، قال لا it's a sort of guilt، وانه الكوبينج ميكانيزم cannot anymore deal with such guilt sensation. فتكلم كتير عن الجلت الاريك اريكسون. دي كانت المين سكولز. طيب هل السويسايد ده كده بيجي مره واحده؟ في دي احنا خلصنا السايكو اناليتيك، في سكولز تانية بتفسر الستيجز اوف سويسايد، والسويسايد ده بيتم ازاي. فقال لك انه في حاجه اسمها بري سويسايدال ديفلوبمنت، وده عالم الماني اللي عمله. قال لك السويسايد ده ليه ستيجز، هي ما بتجيش مره واحده كده الحكايه ان واحد يقوم ينتحر، ده هي بتبتدي بايدياز اوف سويسايد، وبعدين ستيج تاني يبقى الواحد امبيفالنت مش عارف هينتحر ولا لا، وبعدين ياخد الديسيجن. ودي في الفيرست ستيج بيبقى هذا الشخص زي ما بقول لكم مش عارف يجد لنفسه رول بيوزنها. طيب انا دلوقتي حياتي لها معنى ملهاش معنى، هحل مشاكلي ولا لا، ويبقى عنده هذا الكونفليكت. ويا سلام بقى لو حد من الناس المشاهير انتحر ولا عمل موديل قدامه الحاجة زي دي، تبتدي الفكرة تزيد قوي في دماغه. بعدين يجي الامبيفالنت ستيج، دي يبتدي يقول سجيشن، يصرح بثريتس اباوت السويسايد، يبتدي يعمل بريدكشنز، يعني يقول مثلا انا هوزع ثروتي بالشكل الفلاني، الولد الصغير هياخد العربيه والكبير هياخد الشقه ومش عارفه مين هيعمل ايه. فيبتدي لسه هو امبيفالنت بس الفكره عنده، ابتدى يقولها في شكل كلام انه انا عايز اخلص من حياتي، اللي ماتوا ارتاحوا، الحياه حلوه بس للي عايشينها. فتبتدي تطلعها في شكل كلام ويبتدي يعمل بريدكشن، ويبتدي يفكر هيوزع الدنيا
ازاي فيه، ولقوا انه 80% من الناس اللي كوميتد سويسايد هم ادوا وورن قبلها، عملوا مورنينج. يعني لما شافوا كده الناس اللي ماتت 80% منهم عملوا مورنينج وكانوا بيزوروا دكاتره في اخر فتره قبل ما يموتوا. يعني هما كانوا لسه في مرحله الامبيفالنس، هو كان نفسه حد يساعده بس ما حدش ساعده. فهم معظم السويسايدال بيكونوا زاروا دكاتره، معظمهم بيكون عندهم الايديز وبيكونوا لسه امبيفالنت قبل ما ينفذوا اللي عملوه. وبعدين وانس خد الديسيجن بقى يبقى كالم ومرتاح وما بيعملش نو لونجر منشنينج سويسايد، ما عادش تاني هيتكلم عن السويسايد، وهيبقى very satisfied and calm وما يعملش اي مشاكل خالص. يعني لو عندك عيان في العنبر فجأة تحسن قوي كده وابتدى يبقى هادي وما عادش بيتخانق ومش رافض ياخد اي دواء ومش اعرف انه ممكن يكون لقى السوليوشن، مش شرط ان انت اللي تكون شاطر عشان يكون في مشكلة تانية هو وصل لحل من وجهة نظره لكل مشاكله، وبالتالي ما عادش عامل ريزيستنس. يعني ودي المراحل الستيجز اوف سويسايد اكوردنج للثيوري دي، انه لسه الاول وينج الايديا بيوزنها كده ويشوف هتبقى مخلصه ليه ولا لا، وبعدين يبتدي يبقى امبيفالنت ويبتدي ينوه عن بعض هذه الافكار ويبتدي يزور دكاتره ويشوف حل لانه لسه مش عارف هينفذ ولا لا، لحد لما يبقى بقى السويسايد اتمت وصل لديسيجن وبيبقى الكالم بيفور ذا ستورم، الهدوء الذي يسبق العاصفه. لما تلاقي حد هدي قوي كده وكان قبل كده فيري باثولوجيكال تخاف منه. ودي نفس الفكره ان طول ما الواحد لسه في مرحله الكونسيدريشن والامبيفالنس فهو مش ات مودريت ريسك، وانس بقى انه كمل امبيفالنت وابتدى حتى قبل ما ينتحر كتير منهم بيكثف كمان زيارته للدكاتره، ما هو بيحاول يلاقي حل تاني هو لسه امبيفالنت، فبيحاول طب ادوني عندكم حلول للوضع اللي انا فيه ده يمكن الاقي حل، انا لسه مش عارف هعمل ايه. لما يكثف قوي زيارته ليك ويبقى سيكينج قوي الموضوع وبعدين فجاه يهدى، ده كده فيري هاي ريسك. جت موديل تاني بيفسر ليه الناس ممكن تنتحر، وده عمله واحد اسمه مان والفريق بتاعه، وقال انه زي كل السايكايتريك ايلنس اتس ستريس دايسيسز موديل. ايه ستريس دايسيسز موديل؟ باختصار هو بيقول لك انه الديزيز علشان يحصل فلازم يكون فيه في الاول دايسيسز. دايسيسز يعني بقى من الجينيتك فاكتورز اللي انت بتحملها، جينز بتاعتك، الاكسبيرينسز اللي تعرضت لها وانت طفل، والانفايرمنت اللي عشت فيه، والتروماز، كل دي دايسيسز، استعداد او فرشه موجوده للمرض. وانس انك اتحطيت في ستريس، فقدت وظيفتك، حد بتحبه مات، خسرت فلوسك كلها في البورصه، هنا يجي الستريس على الدايسيسز على الفرشه دهيت، والاثنين مع بعض الكومباينيشن يوصلك للإيلنس. وده فكرة الستريس دايسيسز موديل، انه اصلا الناس اللي بتكوميت سويسايد هم عندهم الدايسيسز، ولما بيتحطم في ستريس يبتدي الانتحار يحصل اكسبريشن للجينز دهيت. خلاص، فدي كانت الموديل دهوت. جاء بقى الموديل التاني بتاع الانتربيرسونال ثيوري اوف جوينر، وده اللي انا كنت قلت لكم هقف عنده شويه. جوينر لقى ان في عند الناس اللي بتنتحر تو كوجنيتيف بروبلم، الفيلير اوف بيلونجينج سواترد بيلونجينج والبرسيفد بيردنسمس، هو شايف نفسه حامل وعبء على المجتمع. دول التو كوجنيتيف ديستورشنز اللي عند الناس اللي بتنتحر، انا لا انتمي لحد ولا امثل شيء لحد، ولا انا مهم في عيلتي ولا في مدرستي ولا اصحابي ولا في الشغل بتاعي ولا ليا يعني اي بيلونجينج ولا شعبيه ولا انتمي، ما فرقش مع حد. دي اول حاجه، وبالتالي هتلاقي ان عنده فيريال في الريسيبروكال ريليشنز ولونلنس. وبعدين بيرسيفد بيردنسمنس كمان، فهتلاقي ان هو
دايما شايف نفسه عبء على الاسره، هما بيصرفوا عليا ليه؟ انا ابويا وامي حظهم سيء جدا ان انا ابنهم، انا مش قادر اعمل لهم اي حاجه، ماليش اي دور، انا عبء وحمل. هما بيفكروا كده، وبالتالي بيبتدي بالسلف هاترد ويأذي نفسه ويبقى دايما كاره نفسه وحاسس انه بيشكل عبء عليهم. دي الفكرتين الاساسيتين اللي بيشكلهم السويسايد ديزاير، الاكوايرد كابابيليتي. يعني الفكرتين دول ممكن يكونوا موجودين، بس الاكوايرد كابابيليتي انك تجد الشجاعه او القدره على انك تقهر الغريزه بتاعتك، لان كلنا عندنا الانستنكت تو ليف. اي واحد لو كتموا عنك الهواء شويه انت بتدور بكل الوسائل ان انت تتنفس، كلنا عايزين نعيش، ده الانستنكت، دي الغريزه. فان واحد يبقى عنده القدره على انه يجرؤ انه يموت نفسه ويتغلب على غريزته دهيت، دي الكابابيليتي ودي اكوايرد، دي حاجه بتتوجد خلاص. انه ما بيبقاش عنده فير. احنا ايه اللي مخلي ان احنا ما عندناش الكابابيليتي دي؟ ان احنا عندنا فير اوف ديث وبين توليرانس، بنخاف لنتوجع، خايف انا لو مت، لو حاولت اذي نفسي او اعور روحي او يعني اقطع شراييني هتوجع، هحس بالم. كلنا بنخاف ان احنا نعمل حاجه تسبب لنا الم، وكلنا بنخاف من الموت. عشان واحد يوصل لمرحله انه يقهر دي بتمر بمراحل، انه يكون اتعرض لفيزيكال ابيوز. عارفين الاهالي اللي بتحرق عيالها؟ بتشوفوهم كلهم في عياده الاطفال بالمعلقه الشهيره بتاعتنا، مش عارفه ليه بيسخنوا المعلقه يعني، بس ماشي. ده اتحرق، انا عماله اعوده على البين، فكره الداس بالنسبه له ما عادتش بعيده، مش خايف يموت. ما هو اهله بيضربوه لما يعدموه العافيه ويخش في غيبوبه، ما يموت بقى، ما خلاص فكره الموت ما عادش بيخاف منها، خلاص فكره الوجع ما عادتش فارقه معاه، ما هو شاف كمان جميع انواع العذاب. فبتحضر بالفيزيكال والسكشوال ابيوز، خلاص ده كله خلاص يعني، ما هو شاف العذاب اهو وتعرض للاهانه اهو، مش خايف. الحروب، وكتير لقوا من الناس بالذات الحروب اللي ملهاش معنى او فلسفه وراها، مش بيحارب لهدف، هو مرتزقه، خلاص هو مرتزقه بياخد فلوس عشان يروح يحارب، ده كله خلاص انا اتعرضت وشفت الموت كتير ما عادش خايف منه، بسهل عليه فكره الموت. نفس الفكره طبعا previous suicide attempt، ده بيسهل قوي الفكره بالنسبه للشخص. طب ما انا جربت قبل كده الموضوع ومش مش مؤلم، ما عدتش خايف منه، جربت ان انا اشوف. ودي نفس فكره انه ليه الدكاتره برضو من الجروب اللي اكسبوزد، احنا طول الوقت بنتعامل مع فكره الموت وبتشوف ناس بتموت، هتلاقي الدكاتره كده قلبهم جامد شويه في ان هم ياخدوا ادويه يدي لنفسه هو الحقنه كده يعني خلاص. ففكره انك تقهر الخوف من الوجع والخوف من الموت، هي دي اللي بتعمل الكابابيليتي انك تقدر انك تموت. ونفس فكره الالعاب السويسايدال جيمز، هما بيعملوا ايه في الولاد؟ الولاد اللي عندهم اصلا الدياسيس، الفرشه موجوده اصلا، خلاص هو بيديله الاوامر في الاول، بيهز النيوروبيولوجي بتاعه بانه طول التاسكس لازم تبقى بالليل، وهو الناس نايمه وهو قاعد طول الليل على الكمبيوتر، فهو مش بينام بالليل كويس، فده بيقلل الريزيستنس بتاعته. وكمان عور نفسك، ارمي مش عارفه ايه من البلكونه، انزل في الوقت ده بالليل متاخر، هات كذا، اعمل، بيدوله اوامر من هذا القبيل، كلها بتموت في الخوف، ما عادش يخاف، وبتموت في الالم، مش بيحس بالالم، فما عادش يخاف انه لو انتحر يتألم. ودي كانت الحيلة ان احنا كلنا كنا في امتياز، لما نحب نقولها لحد منتحر نقول له بس خد بالك انت ممكن ما تموتش، انت ممكن تعيش بس بإعاقة او بألم، فهنا يخاف انه اذا انا لو تبقى يعني خسارة بقى، بان الناس بتخاف تتوجع، الناس بتخاف تعيش بألم، هما ما عادش يخاف، وهنا بيحصل acquired capability. الثيوري دي عملها واحد اسمه جوينر، واسمها الانتربيرسونال ثيوري اوف سويسايد، لانها كلها مبنيه على العلاقات ما بين الناس، فاسمها انتربيرسونال ثيوري. انه فيلير اوف بيلونجينج، مهم قوي ان البني ادم ينتمي لمجموعه، وده اللي بتعمله الديانات. لما هنتكلم عن الريليجن، انت بتنتمي لمجموعه، انت كل يوم جمعه بتنزل تصلي مع الناس في الجامع، او بتقعد تحفظ قران مع الشيخ بتاعك، بتروح مدارس الاحد،
بالنسبه للمسيحيين وبتجتمع مع الجروب بتاعك، انت يو ار انت منتمي في الاخر لديانه كبيره، عارف ان في ناس زيك تشوفها في الحرم، كلنا من كل ناس من حتت، انت عندك انتماء في حاجه، فالبيلونجينج موجود، الدين از بروتكتيف خلاص، والبردنسمنس انت ربنا اللي بيرزقك، انت مش عبء على حد، برضو الدين لعب دور هنا خلاص، ان انت ربنا اللي بيرزقك وربنا اللي بيستجيب لك، فانت مش عبء. يبقى كسر التو كوجنيتيف ديستورشن. وطبعا عندنا انه احنا ما بنأذيش نفسنا، يعني لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فكره انك تتعود تاذي نفسك ده بيسهل فكره الموت عليك جدا، ما عدتش تخاف خلاص. طيب دي كانت الانتربيرسونال ثيوري اوف جوينر. الجيناتكس اوف سويسايد عملوا بقى فاميلي وتوين ستادي وادوبشن ستاديز، ولقوا انه اتس اباوت الجيناتيك سسبتابيليتي. ودايما احنا من في الهيستوري مهم قوي ان احنا نسال لو عيان حد في العيله انتحر، ده سؤال لازم يتسال، لانه انا اول ما استلمت نيابتي ادوني الاوضه بتاعت طبيبه التخدير، كانت كده مشهوره في ناريمان، حادثه انتحرت في السكن، وانا استلمت الشهر اللي بعده على طول، كانت دفعتكم تقريبا، سمعت عنها. انا بقى ادوني السرير على طول اول ما دخلت، ده السرير اللي كانت بتنام عليه يا جماعه، طب انا لسه جايه يعني وكنت صغيره قوي وبتاع. فالست دي لما قعدوا يحكم اساتذتنا علمونا، قال لك عندها هيستري اخوها منتحر قبل كده وباباها ميت منتحر، سترونج فاميلي هيستري يا جماعه، يعني فهو في جزء جيناتكس. بس اللطيف ان هم لقوا انه الجينز دي مش عشان ديبرشن، يعني ما ممكن تقولي ما هو يمكن عندهم جينات الديبرشن، لا جينات السويسايد. طيب الكانديديت جين، عشان انا طبعا مش هقعد اديكم رصه، على فكره الرصه موجوده على الانترنت بوضوح، للي عايز يعمل ريسيرش رسالته في الماجستير او الدكتوراه على الجينز موجوده، الكانديديت جينز والبوليمورفيزم وكله موجود في تيبلز واضحه جدا على النت، مش سر يعني. واللي بحابب يشتغل في حاجه زي دي، انا كانت رساله الدكتوراه بتاعتي في الجينز برضو في البوست تروماتيك، معهد البحوث يا جماعه من اكتر الناس المحترمين جدا في الشغل في الجينز، ومش مش هيكلفني يعني، مش بياخدوا فلوس كده، بيشتغلوا فور فري، بس بيبقى لازم مشرف من عندهم حقهم يعني، لانه هيشتغل لك شغلك وبيطلعهم ريزلتس جميله قوي. فانا ما حطيتش اسامي الجينز لانه انا نفسي مش حافظاها، يقعد يقول لك جي بي مش عارفه ايه، انا مش حافظه الارقام والحروف دي، بس الكانديديت جينز موجودين بوضوح في تيبلز كويسه قوي على النت. بس الجينز دي بتشمل ايه بقى اختصارا؟ السيروتونيرجيك سيستم، الدوبامينيرجيك سيستم، البرين درايف نيوروترافيك فاكتور، دول اكتر ثلاث حاجات كان عليهم ستاديز ان هم في بروبلم في الجينز بتاعتهم، في الاكسبريشن بتاعت الجينز ريليتد للسيروتونين او الدوبامين او البرين درايف نيوروتروبيك فاكتور. طيب لقوم انه كمان بوست مورتم فايندينج، لقوم انه الجينز ريليتد للريجوليشن للهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال اكسس، وتعرفين ان احنا المفروض عندنا الهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال اكسس في الاخر بيتفرز الكورتيكوستيرويدز، ولو الكورتيكوستيرويدز دي كانت اصلا الاكسس ده شغال جامد قوي نتيجه الستريس وكورتيكوستيرويدز عاليه اصلا، بيحصل حاجه اسمها نان سبريشن للهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال اكسس. عارفين كده لو انا بقى جيت اديله ديكساميثازون سبريشن تيست او اديته انا كورتيكوستيرويد، هو مش هيعمل اصلا سبريشن لانه اوريدي هذا الشخص متعرض لستريس كتير والاكسس ده شغال جامد، والنتيجه ان الكورتيكوستيرويدز جامده في السكريشن فما بيحصلش سبريشن. فهم لقوا ان الناس اللي هم، ودي حاجه ليه احنا بندور، ليه عملوا الريسيرش دي كلها وجينز ويشوفوا من الهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال اكسس، ويشوفوا من ان في داون ريجوليشن في السيروتونين سيستم وديكريزد ليفل في البرين درايف نيوتروفيك فاكتور اللي هو بيزود الريجينريشن بتاعه النيورونز، ليه عاملين كل الريسيرشز دي؟ جاست تو بروتكت ذا بيشنت، ان انا اعرف الاقي الريسك فاكتورز واعمل تحليل او اعمل تيست، لو عملته ابقى انا شاكك ان ده ات ريسك او ده مش ات ريسك، لان طبعا هو مش بالبساطه بتاعه ان كل العيانين لازم يقولوا، يعني ممكن ما يقولوش على فكره ان هم عايزين ينتحروا. فانت التستات دي بتساعدك انك تعمل زي مايند ريدنج، تعرف هذا الشخص فعلا بيفكر في الانتحار
ولا لأ. فزي ما قلت لكم هي ريليتد للنور ابينفرين الدوبامين السيروتونين والبرين درايف نيوروتروفيك فاكتورز دي الجينز. طيب الفانكشنال ايمجينج وده اللي هو اخدت ايرا كبيره الفتره اللي فاتت اللي بسموها ده ان الناس الدكاتره هيقدروا يعرفوا افكار ويقروا افكار المايند ريدنج بتاع العيانين. هو مش بيقروا افكار ولا حاجه, هو بيديله تاسك ويقول له يعملها ولما يعملها يبتدي يحصل اكتيفيشن او دي اكتيفيشن في ارياز معينه في البرين, وهو ده الاساس بتاع الفانكشنال ماجنتيك ريزونانس ايمجينج. طيب هم لقوا ايه؟ لقوا انه الادوليسنس اللي عندهم سويسايدال اتمت بيكون عندهم increased activity في الدورسال انتيرير سينجليت جايروس. خلاص, وده فايدته ايه؟ ده فايدته الاتنشن كنترول اوف ايموشن, ان انت تبقى مركز في المشاعر الحته دي اللي هي الدورسال انتيرير سينجليت جايروس. خلاص. طيب والانسولا دي وظيفتها ايه؟ البروسيسنج اوف ايموشنز. يبقى دي الاتنشن ان انا انتبه ان في مشاعر دي شغاله عالي قوي. خلاص, هايبر اكتيف احمر اهي في البيشنتس اللي اتمبتنج سويسايد, وايل البروسيسنج اوف ايموشنز تفسيري والانتربريتيشن وان انا اتعامل مع الايموشنز دي اللي جايه لي ازاي, يبقى انا ببقى اتنتف قوي للايموشنز بس مش بعرف اتعامل معاها كويس, ما بعرفش اعمل لها بروسيسنج. دي وظيفه الانسولا, ولقوا ان دي مش اكتف خالص. خلاص, وان الكونكشن ما بينهم ضعيفه. يبقى انا بريسبرسيف او ببقى اتنتف قوي للايموشنز وفي نفس الوقت مش بعرف اعمل لها بروسيسنج. وده بيحصل امتى؟ لما اوري للولاد دولا فيجرز فيها انجري فيسز مثلا, فهو بيبقى اليرت قوي وبيبقى اكتيفيتد قوي انه يشوف الايموشنز بتاعت الفيس دي, وايل الاريا اللي مسؤوله عن البروسيسنج ما بتشتغلش والكونكشن ما بينهم ضعيفه. طيب ما ده مشكله, لانه ايه؟ ده معناه ان هو بيبرسيف الايموشنز كويس قوي وما بيعرفش يتعامل معاها, بروسيسنج بتاعت الايموشنز ضعيفه. ودي كانت حاجه لقوها في معظم الادوليسنس اللي اتمبتنج السويسايد. خلاص. نفس البيشنتس دول جابهم بيشنتس كنترول. لطيف في الاستدي ان جابهم بيشنتس الكنترول دول ناس كان عندهم هيستوري اوف ديبريشن بس ما عندهمش سويسايدال اتمبت, وعملوا لهم بقى كوجنيتيف تاسكس, لقوا انه مفيش فرق في الاكتيفيشن في نتورك بتاعت الكوجنيتيف تاسكس. يبقى المشكله كانت في ايه؟ في الايموشنز. يبقى هذه هؤلاء الاشخاص كوجنيتيفلي كنترول بتاعهم كويس جدا, مشكلتهم كانت في الايموشنز. ومن من التاسكات اللطيفه قوي برضو اللي لقوها انه الناس اللي عندهم سويسايدال اتمبتس عندهم مشكله في الكوجنيتيف فلكسبيليتي تاسكس. لما بيدوهم تاسكس خلاص ويشوفوا من الكوجنيتيف فلكسبيليتي اللي هي الابيليتي تو تشينج الاستراتيجيز او تو فايند السوليوشنز, دي اسمها كوجنيتيف فلكسبيليتي. يعني لو دي ما نفعتش اعمل كذا, لو مش كذا يبقى كذا. ما عندهمش الحته دي خلاص. الكوجنيتيف فلكسبيليتي مش لما بنديهم تاسكس البرين ما بيبقاش ويل اكتيفيتد. دي برضو فايندنجز لقوها. احنا طبعا مش دايما بنستخدم البيولوجيكال ماركر دي, احنا بنعمل حاجات اسهل كتير عندنا. الامبليسيت تيست, عارفين الامبليسيت تيست؟ يعني لما تيجي مثلا ايه تقول له هقول لك كلمه واول حاجه تيجي في دماغك ماشي تقولها, ما تقعدش تفكر قبل ما تقول. زي الامبليسيت تاسكس دي مثلا تقول له الموت مثلا فيرد يقول لك انا, بس انت كده بديت تطلع من جواه فكره انه بيفكر في الموت عن طريق اللعبه دي اللي هي الامبليسيت تاسكس. وممكن منها بعدهم بيكونوا كمبيوترايزد الامبليسيت تاسكس دي, فبيبقى عنده شاشه والسكرين دي تبتدي ايه تطلع له داس وانت تدوس على الزرار, لو هنا يبقى مي هنا نوت مي, وتشوف هو هيدوس بسرعه ايه وايه الفكره الامبليسيت او المخفيه اللي في دماغه. دي برضو من الحاجات اللي احنا بنعملها علشان نطلع اي ماركر يساعدنا ان احنا نبريدكت السويسايد. ده هدفنا الاساسي,
هدف كل الدكاترة انه يكتشف ان لو العيان بتاعه بيفكر في حاجة زي دي علشان يمنعه. خلاص دي برضو حاجات other biological marker related زي ما قلنا للhypothalamic pituitary adrenal axis والسيروتونين نيورو ترانسميشن. السليب اند سويسايد لقوا انه definitely في relation كبيرة جدا ما بين الانسومنيا ان واحد ما عرفش ينام بالليل انه يكون صاحي طول الليل وان ده related للسويسايد even after the correction of the psychopathology. يعني لو واحد عنده depression وتعالج بس برضو ستيل فكرة ان انه يصحى طول الليل وده يخليه ينام شوية الصبح حتى لو بينام الصبح وما عادش عنده depression, فكرة ان شخص ما ينامش عدد ساعات كافية بالليل ده بيرندر هيم سسبتبل انه يكوميت السويسايد. فديفنت في ريليشن ما بين الانسومنيا والسويسايد. وطبعا لهم انه ما هو لما حتى لو نام شوية الصبح بعد ما عالجناه هو بالليل المشكلة في ايه؟ ان ما فيش هلب وبيبقى لونلي اكتر, ولو حيو جات في دماغه الفكرة هو ما حدش هيقدر يقولها لحد وما حدش هيقدر انه يلحقه, وبتزود في دماغه فكرة انه هو لونلي وما فيش اي فرصة للانتجريشن مع السوسايتي او انه يلاقي employment. دي كلها تفسيرات للانسومنيا او lack of sleep بيؤدي للsusceptibility of suicide. ماشي, فدي حاجة مهمة. طيب الريليجن بقى and suicide definitely كل الريسيرشز اثبتت انه ان belonging to a religious tradition decrease the chance of suicide approval. كل الأديان كله مش موافق على فكرة السويسايد. طيب ودي وانا حتى I make sure من السورس لان اللي نشرها الـ WHO مش حتى researcher, يعني مش اسم عالم او حاجة. لقوم انه الاسيست الناس الملحدين هم الاكثر على الاطلاق في معدلات الانتحار, 40 لكل 100,000. انا قلت في الابيديميولوجي في الاول المتوسط العالم كله 14.5, ماشي, واحنا في مصر اقل من 6.5 عشان احنا فعلا عندناش انتحار كتير. لهم ان الاسيست الناس الملحدين 40 من كل 100,000 هم اعلى ناس بتنتحر. خلاص, واقل ناس بتنتحر حقيقي المسلمين. دي ده WHO مش انا. خلاص, وطبعا بيجي الكريستيانز برضو قليلين, الهندوس قليلين, العاليين برضو شوية البوذيين, بس الاعلى على الاطلاق اللي ملوش دين خالص. وانا شرحت وانا بتكلم في الانتربيرسونال ثيوري بتاع جوينر ليه من وجهة نظري انا, دي ماي اون انتربريتيشن حتى لو مشينا على الثيوري بتاع جوينر, انه الدين بيخليك بيلونجينج لجروب. انت بتروح يوم الحد تصلي وتحضر مدارس احد, بتروح يوم الجمعة تجتمع بجيرانك وباهلك, خلاص منتمي حتى لو ما روحتش انت عارف انك منتمي لجروب كبير. فقصة البيلونجينج دي موجودة. قصة البردن, انت مفيش بني ادم بردن على حد, ربنا اللي بيرزقك فانت مش حمل على حد, انت الدنيا بتاعتنا كلنا ورزقك على الله. خلاص, مش عيلتك, انت لا تمثل عبء على اي حد. وكمان ان احنا ما عندناش فكرة التجرؤ قوي على ان احنا نأذي نفسنا. احنا لا تلقوا بايديكم الى التهلكة, الحاجة اللي انت شايف انها بتأذيك ما تعملهاش, مش ربش خمرة, ما تعورش نفسك, الحاجات دي. فده كله بيحمي لانه ما بيبقاش عندك فكرة الموت دي سهلة. خلاص, حتى لما كنا في المؤتمر بتاع القصر العيني كان بيدي محاضرة في الموضوع السويسايد ده واحد نمساوي بيشتغل في النمسا, وكان بيقول انه كان عندهم لاجئين كتير جدا, كتير سوريين وعراقيين وكل الفترة اللي فاتت دي, وانه هما ايفن كل الستريسز اللي هم قابلوها في حياتهم, بس هم بيقولوا احنا ما بنفكرش نهائي في الانتحار عشان احنا مسلمين وده مش هيحصل في ديننا. فا اتس بروتكتيف, ريليجن از بروتكتيف, ده دبليو اتش او مش انا. وطبعا دي ايه من القران بتبين قد ايه ان احنا في ديننا لا, الموضوع عندنا محرم. خلاص, ده هيخليني يمكن يعني اخر حاجه هقولها في الثيوريز اوف سويسايد
بما اننا جبنا سيره الدين فاحنا هنتكلم عن الاكزيستنشاليزم الوجوديه. خلاص دي مدرسه الحقيقه لما تبصوا في تاريخها هي طلعت في اوروبا بعد الحرب العالميه، كان في هزه كبيره جدا اجتماعيه عند الاوروبيين بخصوص التراست في الاديان وفي الاخلاق وفي المبادئ، لان هم قاموا هرسوا بعض ورموا قنبله على اليابان ودمروا بشر كتير. ايه وايه اللي بنعمله؟ ايه فايده الانسان؟ ايه الاديان؟ احنا بنعمل ايه؟ المبادئ كانت في هزه كبيره جدا وطلعت من هنا المدرسه الوجوديه. طب الاكزيستنشاليزم دول مشكلتهم كبيره قوي، الدين بيحمي من ده، لان انت كمان في حاجه انت عارف انك لو ما خدتش حقك في الدنيا في اخره هتاخد حقك في الاخره، فاولوس في هوب وفي تراست، فكره انا عارف ان ربنا مش هيسيبني، عارف ان حقي هاخده خلاص. انما الاكزيستنشاليزم اللي بيقول لك البني ادم وجهه نظرهم ايه، هو اللي بيوجد معنى لحياته وان الحياه ملهاش معنى اصلا، فانت تدور لمعنى لحياتك على معنى. خلاص دول الاكزيستنشاليستك، وهم بيقول لك انه لايف از مينينجلس اند بوينتلس، ما فيش معنى لها، وبالتالي انت ممكن تنتحر، انت حر خلاص. از لايف فورسي تو ليف ولا لا؟ طبعا المتدينين منهم، لان كان هما مدرستين كبار جوه الوجوديين، بيقول لك لا يعني هو احنا عايزينك توجد معنى لحياتك غير الدين، لان الدين ده محله الضمير، يعني مش هو الحياه، ده حاجه بينك وبين ربنا كده، ما دونت ابليكيت ذس في الحياه خالص، الحياه يعني حياه حاجه تانية خالص. فهم عندهم المشكله دي كبيره، وده مدرسة يعني بتفسر ليه في كتير من الملحدين بينتحروا، لان هو ما عندوش معنى اصلا لحياته، ولان هو شايف ان حياته دي ملكه وهو بيوجد لها معنى او ما يوجد لهاش، مخهم كده الناس دي. فده بيفسر ليه الريليجن از بروتكتيف، لان انت شايف معنى لحياتك واضح جدا من غير لف ودوران كتير، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، بس يعني انت عارف انت موجود ليه وعارف انت بتعمل ايه، وعندك كونتينمنت احتواء، محطوط لك رولز، انت مش متساب كده، اعمل كذا ما تعملش كذا، كل حاجه محطوط لها رولز خلاص. فانت كونتيند وعندك معنى وعندك هوب انك حتى لو في دلوقتي مشكله انت ما خدتش حقك فيها فهتاخد بعدين. الاكزيستنشاليزم لا، انت ما عندكش القصص دي كلها، وده بيفتح ليه احنا الحمد لله ما عندناش مشكله الانتحار كبيره. اخر حاجه اليوثانازيا، دي مش عندنا في مصر، موجوده مينلي في نيوزيلندا، دي من الدول المصرحين بيها، سويسرا ونيوزيلندا وكندا ريسنتلي. الموت او القتل الرحيم بالظبط، ان الدكتور لو شايف ان العيان هي كان نوت اني مور توليريت البين او الستريس او الديزيز او الايلنس، فهو ممكن يساعده انه يموت بانه يديله دوزس معينه من الادويه تخليه يموت بعد فتره معينه خلاص. والحقيقه مش مصرح بيها في معظم دول العالم، هم كام دوله اللي قلت لكم عليهم كده بس، حتى في انجلترا حتى في امريكا مش مصرح بالكلام ده، بس في حاجه اسمها اسيستد سويسايد، فيزيشن اسيستد سويسايد، بما ان احنا بنتكلم عن السويسايد. عندنا في داي عملته الدبليو اتش او للبريفنشن اوف سويسايد 10 سبتمبر، وكان شعاره اتس اوكي تو اسك فور هيلب، بيشجعوا من الناس، واحنا هنا في مصر عملنا الحقيقه خطوط ساخنه ان الناس تتصل، فكره الانتحار دي لو جات لك او انت هتاذي نفسك اتصل، احنا مش عايزين الناس تموت، يعني عايزين نساعدهم انه يلاقوا يسألهم انه لو انت محتاج مساعدة ما تسيبش نفسك، ودي حاجة احنا كلنا بنعملها مع العيانين الهايلي suspicious او at high risk، انك بتقول له تحط معاه حاجة اسمها suicidal plan، انه انت لو حسيت بالفكرة دي هتعمل ايه، هتتصل بمين، هتوصل لمين ازاي، لازم تحط له بلان لو هجمت عليه الفكرة دي تاني هيعمل ايه. اللطيف انه لقوا انه
تفتكروا لما الناس بتكوميت يعني بتاتمت سويسايد ومش بيموتوا وبيتلحقوا بيكونوا مبسوطين ولا زعلانين؟ ها رايكم مبسوطين ولا زعلانين؟ لقوا انه 80% منهم بيكونوا مبسوطين ان اتلحقوا خلاص، وده بيأكد فكرة الـ impulsivity of suicide. يعني هو بيجيله accumulation ومش مش he cannot deal مع الـ stresses اللي هو فيها فقرر يخلص out of impulsivity. لو كان بس استنى يومين كانت الفكرة راحت، لو اتلحق بيبقى مبسوط، وهنا ده golden time to intervene وهو لسه ملحوق من الـ suicide وهو لسه بيفوق. طبعا احنا عارفين عندنا قصور شوية، وده اللي أنا عشان كده عملت آخر slides رغم ان هي مش psychopathology يعني، بس احنا we need to develop ال consultation liaison psychiatry. احنا قافلين على نفسنا شوية واحنا قاعدين في الحضرة رميننا مع نفسنا، وانتوا قاعدين هنا في اخر الدنيا في المعمورة ما بنروحش الجنرال هوسبيتالز، وايل ان معظم المنتحرين بيروحوا جنرال هوسبيتالز عشان رمى نفسه من شباك، فهو اصلا محبوس عشان العظم يعني وعشان الكسور او عشان خدت سم او عشان وحدة الحروق، ها فهم دول اللي الناس المنتحرين بيروحوا فيهم، مش بيجوا لنا معموره ونريمان يعني، هم مش هيجي لك، هو بيروح الحته علشان يبقى ديتوكسيفايد. انه بيقول لك ديتوكسيفيكيشن اوف سويسايدال بيشنت، ان انا بصلح الاورجانيك بروبلم خلاص، واحد مكسور اخد سم اتحرق بعالجه، بس اتس نوت سفيشنت خالص. ده المفروض مش بس ان احنا نديفلوب الكونسلتيشن ليزون سايكايتري ك سبيشاليتي ونكون عندنا دكاتره متوزعين على المستشفيات العامه بالذات الحروق والسموم والكسور، لان دول اكتر ثلاث حتت، والعنايه طبعا. ده احنا كمان محتاجين يبقى جوانا سبيشاليست سبيشاليتي اسمها كرايسيس انترفنشن وناخد فيها كورسات، لان قال لك ان اللي بيتقال في الفتره اول فتره بالذات اول ثلاث ايام من انه هذا الشخص نجا، ده بيأثر على محاولاته او قراره الديسيجن بتاعته بعد كده هينتحر تاني ولا لا، هينتحر تاني ولا لا. انا قلت له ايه في اول ثلاث ايام من لما نجا من محاولة الانتحار؟ ما ينفعش تضيف له جلد، يعني محرم انك تضيف له جلد. هو اوريدي بيبقى عنده مشكلتين كبار قوي السايكوباثولوجي بتاع هذا السيرفايفر اوف سويسايد. Survivor of suicide بيقابل مشكلتين، الفاميلي سكاندل فضيحة العيلة، العيلة اتفضحت ابنهم انتحر. ده في ناس ممكن ما تقولش انه الولد انتحر وتروح تكذب، وكلنا شفنا الكلام ده خلاص، ويقول لك اصل كانت بتقلي البطاطس. بتقلي بطاطس ايه بس اللي على راسها؟ لما تقلي البطاطس هتقع على بطنها الزيت، مش اي قصة ما على وما يقول ان فضيح. فالشام and guilt والاحساس بالذنب، بالذات لو كان حد اصلا مع يعني عنده موانع دينيه او اجتماعيه انه ينتحر، فهو اوريدي عنده جلد وعنده شيم. فما ينفعش انت تاتاك وتقول له مثلا زي عملت في نفسك كده، ما ينفعش تكلمه وما تبقاش جادجمنتال خالص، بالعكس انت لازم تضحك قوي في وشه. ده انت ربنا كتب لك عمر جديد، ربنا بيحبك قوي، انت الحياه مستاهله انك تعيشها، اكيد في سبب عشان كده انت نجيت. ده الكلام اللي يتقال له وقت الكرايسس. بس للاسف السيشنز بقى بيقول لك ايه، لازم على الاقل 6 أو 7 سيشن، لانه مشكلتهم انه بيكونوا معظمهم بيبقوا في حاله ديسوسيشن شويه بعد الحادثه، بعد ما بيتم انقاذهم، والميموري والاتنشن بيكونوا امبيرد شويه. فانت لازم اول رياكشن ليك ان انت بتحضنه وبتبوسه وبتقول له يعني الحمد لله على السلامه، احنا مبسوطين، اكيد في سبب انت عشان عشت خلاص، ما تلوموش خالص، لان هو اوريدي عنده يعني ديستربت ايجو، والايجو بتاعه مش عارف يتعامل مع ديفنسز، فما تحطش عليه جلد، هو الديفنسز اصلا مش شغاله، فما ما تتكش عليه في الوقت ده خالص، مش هنحاسبه نهائي. ولازم تقعد معاه 6 لـ7 سيشن على الاقل علشان تتكلموا في اللي حصل، وتشوف معاه هو عمل كده ليه وهنعمل ايه، والسويسايدال بلان الجديد هيكون ايه لو الفكره دي جات لك تاني. ولازم طبعا تعالج السايكوباثولوجي الاساسي، ديبرشن تتعالج وتبقى متاكد انه كوميتد بقى انه هياخد الدواء نعالجه صح، وتعمل له alternatives وتزود الريكريشنال اكتيفيتيز في حياته، تظبط له السليب، لازم ينام عدد ساعات ك
كافية عشان ده بيأثر على الفكرة بتاعت انه ينتحر. كل ده انت بتعمله في الكرايسيس انترفينشن. احنا محتاجين تو ديفلوب سبيشاليتي اوف كرايسيس انترفينشن في مصر، او مش لازم سبيشاليتي بس على الاقل يكون في ناس واخده كورسات دبلومه في حاجه زي دي. ما عندناش احنا، ده مش من الموضات. احنا عندنا موضات في السايكوثيرابي، ناس عماله تاخد فيها كورسات بس ما حدش خالص بيدي كرايسيس انترفينشن which is very important. ما عندناش كورسات لي، واحنا اصلا يعني مسؤولين معظمنا في الشغل سواء ناريمان او معموره، وما بنقدمش خدمات في المستشفيات العامه اللي هم اصلا الناس بتنتحر بتروح لهم مش بيجوا لنا. فدول المسجز اللي انا كنت حابه ان انا اوصلهم في الاخر، ومتشكره جدا لانتباهكم. شكرا ليكم.